من مزاميري أبينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا. اسمعي يا ابنتي وانظري واميلي سمعك وانسي شعبك وبيت أبيك، فإن الملك قد اشتهى حسنك لأنه هو ربك. هللويا. الإنجيل المقدس فصل من بشارتي معلمنا مرلوق البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا. وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من قبل الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال لها سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من الكلام وفكرت مع سان يكون هذا السلام. فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتدعين اسمه يسوع، وهذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطي الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه انقضاء. فقالت مريم للملاك كيف يكون لهذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا المولود منك قدوس ويدعى ابن الله. وهو ذا إليصابات نسيبتك هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها. وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا، لأنه ليس شيء غير ممكن عند الله. فقالت مريم للملاك هو ذا نعمة الرب ليكن لي كقولك. فانصرف عنها الملاك والمجد لله دائماً.